السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم المرصد. في الحقيقة كنا ندندن في الحلقات السابقة على كثير من الظواهر السلبية، ويمكن أكرمنا ربنا سبحانه وتعالى إن احنا حطينا إيدينا كيف تدار المؤامرة ضد الأمة العربية والإسلامية. يمكن لما اتكلمنا في أكثر من محور في الحلقات السابقة كنا دائما وابدا بنقول ان هؤلاء الناس ديدنهم الضرب في الهويه العربيه والهويه الاسلاميه. لذلك كان عنوان حلقتنا الليله قيمنا بين الماضي والحاضر. الضرب في القيم والثوابت بالاساس هي ضرب في كل البناء، لان انت لما بتيجي تبني مجتمع دايما بتروح في البدايه على الاسره. ضربوا لنا الأسرة، ضربوا لنا قيمنا، وبالتالي بقى الخروج على هذه القيم تحت مسمى الحرية. هذه الحرية تم استغلالها استغلالا سيئا لضرب قيمنا في الماضي والآن، فليس بيننا كبير. لا حد كده معدي يقول لك لا أنا كبير نفسي. طيب نرجع لوالدك، لا ما فيش. طب نرجع لعمك، مفيش، خلاص انا راجل عندي حريه وراجل ادم، طالما اني عاقل فلست محتاجا الى احد. دعوني مشاهدي الكرام ارحب بضيفي وضيفكم الكريم الكاتب والمفكر الدكتور سعيد بيومي، عضو اتحاد الكتاب، خبير الصياغه اللغويه بمجلس الدوله، والمحاضر بالمركز القومي للدراسات القضائيه. اهلا بك دكتور. اهلا، شرفني ومنورني. شرف لي. ربنا يبارك في عمرك. الله يخليك. كان منذ ولادة هذا البرنامج بفضل سبحانه وتعالى كان ديدنا أن احنا نحط إيدينا دايما على الظواهر السلبية. أعتقد أن من أكثر هذه الظواهر هي الضرب في القيم، بل نقدر نوصفها الآن اندثار القيم. يعني بقينا لما بنلاقي حد بيعمل أثر طيب وبيحترم الكبير أو غيره بقى بيشار إليه بالبنان وكأنه هو الاستثناء، لكن من المفترض أن تكون هذه هي القاعدة. فخلينا في الأول نعرف القيم وبعد كده نبدأ نعرج بقى على باقي الأمور، لأن أنا عندي أسئلة لحضرتك كتير جدا في هذا المجال. على الرحب والسعة. الله يكرمك يا دكتور. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأذن لي أولا أن أشكر لكم ولقناة الندى هذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني أن ألتقي معكم في هذا التحدي الخطير للأمة العربية والإسلامية بمناقشته والوقوف على سبل التغلب عليه إن شاء الله. أما سؤالكم عن تعريف القيم، فإذا أردنا تحرير المفاهيم في هذه الجزئية، فالقيم في اشتقاقها اللغوي هي جمع كلمة قيمة، وهذه من الجذر قاوما، قاف واو ميم. إذا بحثنا في معاجم اللغة عن المعاني التي يدور حولها هذا الجذر، سنجد الديمومة والثبات، سنجد الرعاية والسياسة، سنجد الاستقامة والصلاح. فالديمومة والثبات، إذا قلت قام مقام فلان فمستمر في مكانه وثابت في مكانه. الرعاية، إذا منه الرجال قوامون، قام على أمر فلان، هو القيم على أمره. الاستقامة منه قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. من هذا المعنى اللغوي نستطيع أن نستخرج المعنى الاصطلاحي لمفهوم القيم. فالقيم هي مجموعة من الضوابط والأحكام الدائمة الثابتة التي تنظم تحكم علاقات الناس في المجتمع ويتراضون عليها، وفي هديها يصلون إلى طريق الاستقامة والصلاح. هذا هو مفهوم القيم وتحريره. يعني هل القيم بهذا المعنى هي قيم عامة مطلقة إنسانية؟ جميل جدا يا دكتور. طيب هل هذه القيم مرتبطة بالدين؟ نقدر نوصفها هذا التوصيف؟ يعني أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال حين قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القيم والأخلاق مرتبطتان،
فكون أن الرسول بعث ليتممها فهي موجودة بالتأكيد موجودة. فهو يتمم الدين، يتمم الأخلاق، يهذبها، يشذبها، يعني يستخلص للناس أجمل القيم ويطرح عنهم. يعني نضرب مثالا بقيمة التعاون مثلا، فالتعاون قيمة إنسانية في الحقيقة، لكن حينما يقول الله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذبها، هذب قيمة التعاون، سيرنا في اتجاه واحد هو البر والتقوى. فإذا كانت القيم في أصلها قيم إنسانية لا ترتبط بدين محدد، فإن الدين لا سيما الدين الإسلامي الخاتم، هذا الدين قد هذب هذه القيم وجعلها صالحة لكل زمان ومكان. لا حاجة بعد ظهور الدين الإسلامي لدين يتمم، إنما هو تمم ويعني سد الجبر في هذه القيم الإنسانية الدينية، فهما معا متلازمان، أن الدين للإنسان أيضا، والدين ليس ضد الإنسانية، الدين يسير في اتجاه الإنسانية، بل هو ديننا بفضل الله ودين الإنسانية. فالقيم إنسانية النشأة إذا جاز أن نقول، والدين هذبها وشذبها وصار في طريق الإنسانية. والدليل على كده أن إحنا كان أيام الجاهلية كانوا بيمتازوا بصفات عديدة مثل الإطعام والكرم وغيرها من الأمور. استمرت هذه الصفات الجميلة العديدة في الإسلام، ولكنهم أيضا كانت لديهم قيم حاربها الإسلام. جواز البنات مثلا طبعاً هذه كانت قيمة، قيمة يعني كره البنات، كره إنجاب البنات كانت بالنسبة لهم قيمة، وهذا يجعلنا نتحدث عن القيم الإيجابية والقيم السلبية. بالتأكيد يعني يمكن حضرتك وصفتها توصيف جميل، قلت أن الدين هذب هذه القيم، هذه حقيقة، هذه القيم الإنسانية وجعلها قيما عامة صالحة لكل زمان ومكان. نعم أحسنت دكتور. دائما عندنا بنميل إلى القديم أيا كان، يعني نرجع كده ونقول والله الحاجة الفلانية والله كانت أفضل، واخد بال حضرتك؟ هل القيم قديما كان لديها ميزة عن ما إذا جد علينا من قيم الآن؟ والله الحقيقة لا أرى ذلك في الحقيقة، يعني الحقيقة لا أرى ذلك. كلها قيم، كلها قيم، وكل عصر يصبغ قيمه بروحه يعني يصعب أن أقول إن قيم الجاهلية مثلا بعضها يصلح لزماننا هذا، أو قيم العصر الأول القرن الأول تصلح لقيم بعض هذه القيم. هناك قيم ثابتة وصالحة لكل زمان ومكان. يعني معذرة على المقاطعة دكتور، يمكن مثلا من بعض هذه القيم أني كان قديما يخرج أبنائهم في سن صغيرة 5 سنين أو 6 سنين زي خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه إلى الصحراء إلى البادية ليتعلم الفروسية وغيره. إحنا دلوقتي بيبقى 15 سنة وما نقدرش إن نوديه المدرسة لوحده، يعني بنوديه النادي. بنوديه النادي. واخد بال حضرتك ده مثلا، يعني بيروح النادي دلوقتي وبيتعلم الفروسية وبيتعلم غيرها وغيرها وغيرها من الألعاب. هو نفس المفهوم، هو المفهوم ذاته. أنا لا أريد أن يعني أمنح القديم الأفضلية لقدمه، ولا الحديث أغض منه وأنتقص منه لحداثته. هذا ليس سليما في المنطق وليس سليما في العقل. كل يناسب عصره حتى هذه القيم التي نتحدث عنها. الجاحظ مثلا له قول إذن لي أن أقوله، يقول إذا سمعت الرجل يقول ما ترك الأول للآخر شيئا فاعلم أنه لا يريد أن يفلح. يعني قول محسوم من ابن شرف القيرواني، عبر عن هذا شعرا فقال كل من لا يرى للمعاصر شيئا ويرى للأوائل التقديم إن هذا القديم كان جديدا وسيغدو هذا الجديد قديما. هذه سنة الحياة. صحيح. قديم يبقى يترك أثره، وحديث ينشأ ويبدأ ويبدع في مسيرته. وهنا لا بد من تواصل الأجيال. فكرة تواصل الأجيال مهمة جدا لاستمرار هذه القيم الإنسانية. ده ديدا طبيعي للدنيا، طالما أن الدنيا موجودة فخلص يعني علينا أن نقبل بذلك، علينا أن نقبل بذلك. لكن تظل القيم العظيمة، القيم التي جعلها الدين صالحة لكل زمان ومكان مستمرة معنا. صحيح. إذا أحسنت الأجيال أداء رسالتها للأجيال
كل جيل يحسن أداء رسالته للجيل اللاحق. لكن إذا حدث نوع من القطيعة بين الأجيال كما نشهده الآن أو ربما كما سيأتي في حديث حضرتك يعني طرحنا هذه الفكرة، فربما يعني هذه القطيعة تجعلنا يعني نتأسى ونتحسر ونقول اندثرت القيم. الحقيقة هي يعني أنا لا أؤمن بنظرية المؤامرة في هذه الجزئية. قد يكون هناك نوع من المصلحة الدولية في هذا الأمر، لكن 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 بيدي لا بيدي عمرو، يعني نحن بيدي مشارك مشارك في هذه المؤامرة، بأيدينا نحن نساعد في ضياع قيمنا، بأيدينا نحن نسهم للأسف الشديد في أن تتغير قيمنا بما لا يناسب تراثنا ولا يناسب هويتنا ولا يناسب ثقافتنا، وإنما يناسب ثقافات أخرى غريبة عنا. وهذا يرجع لأن التواصل بين الأجيال يعاني مشكلة في عصرنا الحاضر. هو يمكن مش يعاني يا دكتور، معلش يمكن في الجزئية دي، ودائما وأبدا إحنا عندنا ما يسمى بصراع الأجيال. يعني أنا الحقيقة مش وده يمكن في مجتمعاتنا آخر خمس عقود بالأساس، يعني مش عارف ليه، يعني لماذا لا تتكامل مثل هذه العهود؟ تمام، لأنه زي القديم يعني كان يجي سيدنا أبو بكر يكمل واخد بال حضرتك ويترك المهمة للإمام عمر بن الخطاب ومن بعده لسيدنا عثمان وغيره من الأمور. الدولة الأموية والدولة العباسية ما كان بينهم من عداء يعني يضرب به المثل، واخد بال حضرتك، ولكن استكملت الدولة العباسية ما كانت عليه الدولة الأموية، وكان قتالا ودماء وإلى يعني إلى آخره، ولكن استكملت. لماذا لم نحافظ على مثل هذه على هذا الإرث، تمام، ان احنا ما يبقاش في صراع للأجيال؟ ليه؟ هو يعني من فضل الله سبحانه وتعالى ان ديننا يحث على الوئام بين الأجيال، يحث على التواصل بين الأجيال. ليس عندنا ما يحفز هذا الصراع بين الأجيال. هذا الصراع بين الأجيال ربما يكون سببه ما يطرأ على ثقافتنا من تغيرات، تغيرات نتأسى فيها للأسف الشديد لا بالأجيال السابقة، ولكن نتأسى بالأجيال الغريبة بثقافتها وفكرها وعاداتها وتقاليدها وقيمها عن عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا. فهذا ليس يعني لا نعتبره صراعا، إنما أنظر إلى الأمر بأنه سلسلة متواصلة الحلقات، كل حلقة تسلم إلى التي تليها، وإذا أحسنت كل حلقة أداء الرسالة إلى الحلقة التي تليها أصبح عندنا تواصل لهذه الحلقات لهذه الأجيال. لكن إذا لم تحسن الحلقة أو الذين يعيشون في عصر ما، إذا لم يحسنوا أداء رسالتهم، أنا أذكر مثلا أني كنت أحضر لقاء مع أحد المفكرين وقال إني أشعر بالأسى الشديد لأننا نسلم بلدنا بشكل أسوأ مما تسلمناها عليه. هنا المسؤولية، هي هذه المسؤولية. صحيح. وربما نحتاج إلى جلد ذواتنا أحيانا، إلى جلد ذواتنا، لأننا نشعر بهذا التقصير ما بين كوننا جيل وما بين جيلا وما بين كوننا أصحاب رسالة. نعم. نقصر في أداء رسالة مثلا. صحيح. الأب مثلا في هذا الزمان مشغول إلى قضاء حوائج أسرته، نعم. فأنى له أن يتواصل مع الابن زي ما حضرتك قلت. نعم. ديننا الحمد لله قائم على فكرة التواصل. لو نظرنا مثلا إلى الأباء في القرن الأول مثلا، كان الصحابة. كنت تجد سيدنا عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر بن الخطاب، سيدنا عمرو بن العاص عبد الله بن عمر بن العاص. هناك تواصل ما بين الصحابة في نقل العلم، في نقل الدين للناس، في ثم جاء العصر الذي يليه وظهر الأئمة الأربعة، القرن الثاني، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، وحملوا لنا مذاهب الفقه الأربعة بفكر يعني شرحوا وفصلوا للناس قواعد الشرع الكريم. وثم جاء بعدهم في الجيل الذي يليه القرن الثالث ظهر أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهم من أئمة الحديث، حملوا الرسالة. وفي هذا العصر أيضا ظهر العلماء الكبير كابن الهيثم مثلا، ثم ظهر ابن سينا.
ومن العجيب وبعد ابن سينا ايضا ظلت العصور العلم لحد حتى ابن النفيس وابن نعم. البيطار لم تنقطع عن الامه العلماء ابدا يعني بفضل الله. جيل يسلم جيلا نعم. جيل يحسن اداء رسالته الى الجيل الذي يليه نعم. هذا تواصل وتواؤم بين الاجيال. أما فكرة التصارع هي فكرة غريبة على ثقافتنا صحيح. لا يجب أبدا أن نؤمن بها ليس لا يوجد تصارع في الحياة. قد يوجد اختلاف وجهات نظر قد يوجد اختلاف ثقافة بين الأب والابن قد يوجد مؤثرات لدى الابن لم تكن موجودة عند الأب والأب صحيح. يغفلها نعم. كهذه الشاشة التي نمسكها الآن نعم. انظر إلى ابنك في البيت انظر إلى أخيك الصغير انظر إلى الطفل الصغير في الشارع تجده يحسن استخدام هذه الآلة يجلس يلعب نعم. ألعاب يعمل ونحن في يقيننا مع كل هذا أو يجب أن يكون في يقيننا أن الطفل هو والد الرجل فكلما أحسنت العلاقة بينك وبين طفلك فكأنك تبني الأجيال الرجال رجال المستقبل لأن الطفل هذا هو الذي سيلد لنا الرجال ويحسن إليك في كبر كمان يعني ثم يعني لا ننتظر ذلك نعم. لا ننتظر أن يحسن إلي إنما ننتظر منه بما أننا في مجال تواصل الأجيال أن يحسن هو أداء رسالته لأبنائه صحيح. وأبنائه إلى أبنائه وأبناء وهكذا حياتك بتقول نسلم الرأي لبعض تسليما وهي مرفوعة نعم. تسليما وهي شامخة نعم. تسليما وهي رسالة نؤديها بحقها لا نسلمها مثلا ونحن في عجز ونحن في ضعف من سيم الأمم المتقدمة والأمم المتخلفة سمة مشهورة جدا كلما رأيت القديمة أفضل من الحديث فهذه سمة التخلف في الدول المتقدمة كلما رأيت الحديث يبني وهو أفضل مما كان عليه القديم فهذه سمة التقدم نرجو أن تكون السمة الثانية هي سمتنا إن شاء الله أتمنى إن شاء الله رب العالمين وزئنا دكتور منذ بداية الألفية تمام بما يسمى بالعولمة بحضرتك العولمة وتأثيرها على القيم هذا موضوع في الحقيقة في غاية الأهمية نعم. لأن إذا أردنا تعريف العولمة هي يعني ذات ارتباط بالأخلاق هي فكرة نشر الثقافة من أجل خدمة مصالح معينة نشر الثقافة من أجل خدمة الاقتصاد العالمي هو يريد أن يجعل العالم قرية واحدة يعني يجعل وسائل الاتصال بيننا ميسرة يجعلنا كأننا نعيش في بيت واحد ليس قرية واحدة الآن أصبح مائدة واحدة العالم بيننا الآن يعني ونحن نجلس فهذه الفكرة لماذا هو يسعى إليها لماذا جاءت العولمة لتوحد ثقافة العالم من أجل الاقتصاد أن نبيعك منتجاتنا أن نبيعك بضاعتنا يجب وأن تحسن استعمالها يعني نحاول أن نغرس فيك قيمنا وثقافتنا هذا يختلف عن مفهوم الإسلام لهذه العولمة أنا أعتقد أن الإسلام كان الصحابي يخرج من بيته في غزوته والصحابة كلهم يمتطون الجياد ويمتشقون سيوفهم وسهامهم ويذهبون ليحرروا البلاد لا ليهيمنوا عليها لا ليفرضوا عليها لا لينهبوا خيراتها باسم الاقتصاد أو غيره إنما كان في يقينهم وهم يتحركون أنهم يحاولون هداية الناس إلى النور الجديد يخرج الناس من الظلمات لنخرجهم من الظلمات إلى النور وليثبت كلام حضرتك نعم. أن بعد الفتح كان المسلمين يبقوا على أهالي هذه الأراضي يعني لا بناخد منهم أراضي ولا غيره ويبقي على الملك ملكا نعم. وعلى الوزير وزيرة صحيح. وعلى صاحب السلطة أنا داخل لحضرتك برسالة نعم أو خلاص أديت الرسالة بنسحب بسيب حياتك تدور شؤونك ولكن لا أنهب خيراتك صحيح. لا أعتدي على حرماتك نعم. لا أفعل شيئا مما يفعلونه الآن للأسف الشديد نعم. هذا هو الفرق بين عولمة الإسلام كما أسميها في هذه العصور نعم. هذه نوع من العولمة الإسلام نعم. لما خرج كان يريد هداية الناس إلى النور صحيح. لكن العولمة الآن لا تريد ذلك للناس إنما تريد أن يقبع الناس في الظلام
من أجل أن تبيعهم هذه المستهلك هذه المنتجات، وهم فقط يكونون مجرد مستهلكين له. هذا ما أعيبه على العولمة. ولكن ليست العولمة شرا دائما، لأنها في طياتها تظهر لنا مخترعات وأجهزة حديثة تيسر لنا مصادر المعرفة. أنا معلش يا دكتور المقاطعة هقف عند ولكن هخرج لفاصل، لأن إخواننا في الكنترول مصممين على الفاصل ونرجع تاني. شكرا كرام، نخرج لفاصل ثم نعاود لنكمل هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نعاود لنكمل هذه الحلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. رحب بك مرة ثانية دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بسعادتك. يمكن أنا وقفنا عند لكن، كنا بنتكلم عن العولمة، معذرة على المقاطعة، ولكن أخوانا في الكنترول كان هيجوا يشلوني من مكان. فحياتك كم فضل. كنا نقول ولكن العولمة، ولكن العولمة على شرها هذا فيها إيجابية، هي ظاهرة سلبية ولكن فيها بعض الإيجابيات. مهمة أوي النقطة دي، عايزين نعرف بقى إيه الإيجابيات. من هذه الإيجابيات أنها أوجدت لنا وسائل اتصال وتواصل لم يكن لنا عهد بها. فكنا يعني نظن أن هذه الوسائل من غير المتصور ولا المنطق ولا العقل أن يصل إليها الإنسان في أي زمان. ولكنها مع هذا ولهذه الأغراض غير المشروعة التي يعني تبثها فينا نستعمل هذه الوسائل فيما ينفع، فيما ينفع لا بأس. يعني أنت تجد مثلا الهاتف المحمول نحمل عليه القرآن الكريم، نقرأ عليه القرآن الكريم، نتواصل فيما بيننا. فهذه يعني سمة إيجابية لما يسمى بعالم القرية الواحدة أو عالم العالم الواحد. ومع ذلك تسببت ظاهرة العولمة في إحداث فجوة ما بين الأجيال. وأعطيك مشاهد ثلاثة. أنا أب مثلا أجلس في بيتي أجد ابني يشاهد مباراة لكرة القدم بين فريقين في دولة أوروبية. الابن يحفظ جميع أسماء اللاعبين عن ظهر قلب. أنا لا أعرف أحدا منهم، وربما إذا عرفت أعرف واحدا يعني زاعت به الأخبار وأصبح مشهورا أو اثنين. صحيح. ولكنه يعرف 11 لاعب ويعرف الاحتياطي أيضا ويعرف المدرب وغير ذلك. الأب ينظر بحسرة إلى هذه القدرة على المعرفة وهذه القدرة ويسأل نفسه، هل يعرف ابني أسماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا الدين وخرجوا به ليصبح دينا عالميا وضحوا بالنفيس من أجل أن يصبح رسالة عالمية؟ هل يعرف ابني أسماء هذه الصحابة؟ هل يتابع ابني كما يتابع أخبار اللاعبين والممثلين وغيرهم؟ هل يتابع ابني قصص الصحابة أو رجال حول الرسول أو غير ذلك؟ هل هذا تقصير مني؟ أم أنه رغبة منه في العزوف عن ذلك؟ هذه فجوة أولى في مشهد أول. ثم هذا الولد الذي يشاهد هذه المباريات يجد إتقانا في اللعب كبيرا جدا، سرعة في اللعب في الأداء كبيرة جدا، احتراما من الجمهور وأخلاقيات التشجيع كبيرة جدا، في التحكيم في غير ذلك. ثم يقلب بصره في مباراة أخرى عندنا مثلا يعني اعذرني إذا أسهبت. لا 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 تفضل، بالعكس نقطة مهمة جدا. فيجد عكس ذلك تماما، يعني أداء باهت وسوء أخلاق من بعض المشجعين وليس ولا أعمم، وعكس الصورة الأولى يصير لدى الولد إحساس بأن هذا النموذج الغربي نموذج أعلى، نموذج مثالي يريد إذا شاهد أن يشاهده، وإذا يعني إذا حتى لعب أن يلعب مثله. يعني أصبح بالنسبة له هو القدوة. أصل للأسف الشديد أصبح هذا النموذج الغربي في هذا الأمر مثلا مشهد.
المشهد الثاني، هذا الأب نفسه أراد أن يزور ابنته المتزوجة، وأراد أن يصطحب معه ابنه هذا الجالس ليشاهد المباراة. هيا بنا لنزور أختك. ولماذا نزورها يا أبي؟ هات التليفون. أخذ التليفون، فتح برنامج للحديث والصوت، الحديث بالصوت والصورة مع أخته، حدثها، شاهدها، كيف حالك، كيف أخبارك؟ خلاص يا أبي، احنا اطمننا على أختنا، ما فيش داعي ان احنا نزورها يعني. هذه صلة الرحم. كنا نحن وكانوا أجدادنا يصلون الرحم بالزيارة، لابد أن نرى الشخص. ما زال كثير منا يفعل ذلك، نرى الشخص ونطمئن عليه، ربما يعني يطلعنا على شيء، ربما نرى في حاله شيئا لا نراه في الهاتف، في الصورة، في الصوت والصورة. عندنا في الصعيد نقول لك تعالى عشان نعود فلان مثلا، نعود فلان ده إذا كان مريضا، عيادة المريض. لا، هذه زيارة، زيارة صلة الرحم أيضا. صحيح. فالابن الآن أصبح ليس في حاجة إلى الانتقال وإلى الزيارة وروح ليه وتعب نفسي ليه، لا احنا كفاية نتصل بها ونطمن عليه. هذه قيمة من القيم بسبب العولمة تغيرت، مفهومها تغير. أنا الآن كثير من إخواتي لا أراهم، ولكن أرفع سماعة التلفون وأتصل، بنعزي بعض وبنهني بعض وكل حاجة على وندعو بعض إلى المناسبات بالهاتف الآن، الهاتف الآن. طيب، المشهد الثالث، هذا الأب نفسه كان سائرا مع ابنه نهارا، وفجأة أو مع ابنه الصغير نهارا، وفجأة ظهرت قطة. الولد خاف وشعر بالرعب من القطة. لماذا تشعر بخوف من هذا المخلوق، المخلوق الضعيف يعني القطة؟ فيقول الولد: يا أبي، إني رأيت قطة في لعبة كذا تتحول إلى شرير، إنسان شرير فجأة وتلتهم كل ما حوله. هذه الألعاب التي يؤتونها إلى أو التي يعني يبثونها إلى أبنائنا فيها خطورة كبيرة جدا على أدمغتهم، يعني بتشكل وجدانهم، بتشكيل وجدانهم وطريقة تفكيرهم. بل إنهم يكادون بسبب هذه الألعاب يشعرون في رعب دائم. أنا إذا أطفأت الأنوار على أطفال الصغار أثناء النوم يقولون: يا افتح النور يا بابا، احنا خايفين يطلع لنا. أمخاخ الأطفال نفسها دلوقتي تتشكل ببرامج يذيعونها في قنوات الأطفال. يعني الابن دلوقتي الطفل الصغير يقول لك روبنزل، روبن، ما عرفش، كابتن هو، حاجات يعني برامج وقصص وحاجات. لكن أين هذا الطفل الصغير من التنشئة الصحيحة، التنشئة الإسلامية الصحيحة؟ الأب في تلاهن، في تلاهن، والأم تكاد تقوم بمسؤولياتها بالكاد في البيت. وأصبح الأولاد كاليتامى كما قال الشاعر: يتيم ليس من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم من تجد له أما تخلت أو أبا مشغولة. صحيح. هي يعني هذا، لكن كل هذا يؤثر على الأخلاق. هذا من تأثير العولمة السلبي على الأخلاق. قد يكون لها مظاهر إيجابية، أن جعلتنا عالما واحدا. إذا سافرت أنت مثلا إلى أستراليا فيتسنى لي أن أطمئن، مظهر جيد من مظاهر العولمة، لكن من مظاهرها السلبية هذه الأخلاق. ما تبقاش حياتك قاعد في الريسبشن برا وأنا بعت لك رسالة على الواتساب، وقاعدين جنب بعض يا فندم على الكنبة. أي صحيح. على الكنبة قاعدين جنب بعض وبيبعتوا لبعض. ده عبث يعني، ده عبث، هذا عبث، ويعني مغالاة. صحيح. مغالاة في استخدام الآلة لأهداف لم تصنع من أجلها، أو إذا هم يقصدون من أجلها إلها أنا، فيجب أن نكون على وعي بحيث أن نستخدمها الاستخدام الصحيح، حفاظا على قيمنا وأخلاقنا، وحفاظا على ترابطنا وتواصلنا. جميل. من هذا المنطلق دكتور، أنا عايز أتكلم على تواصل الأجيال بين والعلاقة بين الأباء والأبناء. يعني هل حضرتك عندك أمثلة تقدر تقول لي أنا أتعامل إزاي مع أولادي، أو يعني القدوة، صناعة القدوة؟ نعم صحيح. نعم. تواصل الأجيال، لنحرر المفهوم أيضا كعادتنا يعني. صحيح. التواصل مشتق من وصل، يعني جمع وضم، جمع وضم، ومنه حبل الوداد الموصول بيننا. أي نعم. تحدث عن ذلك، حبل الوداد الموصول. فالتواصل هو امتداد للخبرة الإنسانية الحياتية بين الأجيال. صحيح. هذا هو امتداد، حبل متواصل، هذا هو تواصل الأجيال. فكرة في منتهى البساطة،
وكما قلنا منذ قليل، إذا أحسن كل جيل أداء رسالته كان هناك تواصلا لا تصارعا للأجيال. صحيح. في تراثنا الإسلامي والعربي تواصل للأجيال يغفل عنه كثيرون، لأنهم أصلا يغفلون عن التراث، وهذه مصيبة أخرى، كارثة أخرى، أن يغفل أبناؤنا وأن يغفل شبابنا عن تراثنا، عن هويتنا. يعني كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى كما نقول. صحيح. لأن لا هوية له، لا أصل له، لا جذر له في الحياة. كمن يبني قصورا ويشيدها في الهواء، ماذا تفعل له؟ في أقرب فرصة، في أقرب نفخة ستنهار. صحيح. ستنهار. وهذا شأن كثير من خريجينا وشبابنا للأسف الشديد. أما النماذج التي يعني تفضلت بطلبها، فأذكر لك مثلا هذا كتاب تواصل الأجيال بين قيم الماضي وتطلعات المستقبل. هذا كتاب عظيم يعني، أنا شفته. ده كتاب حضرتك يعني. نعم. فإذن لي وليأذن لي المشاهد أن يعني أقرأ منه بعض النماذج يعني. تفضل. نموذجان، أحدهما قديم والآخر معاصر. أما القديم فهو أبو الفرج بن الجوزي، كان لديه ابن اسمه أبو القاسم. مات كل أولاد أبو الفرج الذكور، وصار له أبو القاسم هذا. كان يريد من ابنه أن يسير على نهجه في حب العلم، وأن يذهب إلى مكتبته ويقرأ ويطلع ويروي العلم لغيره ويكون عالما مثله. كل أب فينا إذا رأى نفسه في مكان جيد لا يحب أحدا أن يكون فيه إلا ابنه، ويحب أن يكون ابنه أفضل منه أيضا. ده حقيقي. والمثل يقول، حتى المثل الدارج، ابني ابنك قبل ما تبني له، ابني ابنك قبل ما تبني لابنك. صحيح. طبعا كلنا مشغولين بأن احنا نبني لهم، ولكن مش تبنيهم، نجيب لهم شقة ونجيب لهم. صحيح. هذا مطلوب. لكن أين بناؤهم هم؟ أين بناء الإنسان نفسه؟ صحيح. قلنا إن الطفل هو والد الرجل. طبعا. طيب، أبو الفرج بن الجوزي بيقول ولم يبق لي من الذكور سوى ولدي أبي القاسم، فسألت الله تعالى أن يجعل فيه الخلف الصالح وأن يبلغني فيه المنى والمناجح، ثم رأيت منه نوع توان عن الجد في طلب العلم. كان متوانيا متكاسلا عن، لم يكن مثل أبيه. فكتبت إليه هذه الرسالة أحثه بها على طلب العلم، وأحركه على سلوك طريقي في كسب العلم، وأدله على الالتجاء إلى الموفق سبحانه. كان أبو الفرج كسمة عصره يعطي نصائحه لابنه بصيغة افعل ولا تفعل، بصيغة الأمر والنهي. ربما كان هذا مناسبا لذلك العصر. أبناؤنا الآن ينفرون من هذه الصيغة. إذا قلت للولد افعل كذا عنادا، لن أفعل كذا. لا أعرف لماذا. يعني ربما يعني كثرة المؤثرات السلبية. صحيح. قولك صحيح. ويحسن بنا نحن أيضا يعني، أو الأجيال أو الآباء بصفة عامة، أن يوصيه، أن يكون، أن يعطيه الوصية لا يشعره بالوصاية. حتى إن كان آباء. صحيح. حتى إن كان آباء. فقال له إلزم نفسك يا بني الانتباه عند طلوع الفجر، ثم قم إلى الطهارة واركع سنة الفجر، واخرج إلى المسجد خاشعا، واقصد الصلاة إلى يمين الإمام، فإن صح لك فاجلس ذاكرا لله تعالى إلى أن تطلع الشمس وترتفع، ثم صل واركع ما كتب لك، وإن كان 8 ركعات فهو حسن. ثم يستمر في صلي، افعل، لا تفعل، لا تقترب، لا تفعل. هذه كانت النصيحة. هل أخذ أبو القاسم بكلام أبيه؟ تحدثنا كتب السيرة بأنه يعني أصر على الاستمرار في طريق المجون حتى أضاع هيبة العلم، ولم يكن يعني كما أمل أبوه فيه. صحيح. مما قاله مثلا له أبو الفرج بن الجو، وقد علمت يا بني أني قد صنفت 100 كتاب، فمنها التفسير الكبير 20 مجلدا، والتاريخ 20 مجلدا، وتهذيب المسند 20 مجلدا، وباقي الكتب بين كبار وصغار يكون 5 مجلدات ومجلدين وثلاثة وأربعة وأقل وأكثر. كفيتك بهذه التصانيف عن استعارة الكتب وجمع الهمم في التأليف. شوف غرض الأب إيه. كان يكتب الكتب حتى من أجل ابنه. أيه. يقول له أنا عملت لك المكتبة اللازمة، اتفضل أنت بقى ابدأ ويعني وزد على ما فعل أبو. نعم. الابن يجب أن يكون أبا وزيادة.
الأستاذ الناجح ومن كان تلميذه أستاذا وزيادة. نعم. الأستاذ ما يأملش لابنه أن تلميذه يبقى زيه. أين التقدم في المسيرة؟ صحيح. أين الإضافة؟ نعم. أما أحمد أمين ف النموذج الثاني. النموذج الثاني الكاتب الكبير أحمد أمين صاحب دوحة الإسلام وفجر الإسلام وغيرها من المؤلفات العظيمة. فكان ابنه يدرس الهندسة في إنجلترا فكتب له هذه الرسالة. سأذكر بعضا منها ثم أذكر كيف كان تأثيرها عند ابنه، هل استجاب لها أم لا ولماذا؟ لنرى كيف تفكر الأجيال الصاعدة أيضا في هذا الوقت. قال له: أي بني، لشد ما يؤسفني ما أرى في جيلكم من إفراط في اللهو، كما يؤلمني ما كنت أرى في جيلنا من إفراط في الجد. لقد عشت أنا في جيل كان أكثر طلبته لا يعرفون إلا بيوتهم ودروسهم وكتبهم. وإذا اجتمع الطلبة وأرادوا أن يتسلوا تنادوا على كتبهم ودروسهم، وقد يتناظرون في أدب على أساتذتهم. وعشت أنت في جيل لا يشبه الجيل القديم في شيء، عماده الحرية المطلقة وقلة الشعور بالمسؤولية والنظر إلى اللذائذ المادية على أنها غاية الغايات. ينظرون إلى الكتب والدرس والأساتذة على أنها دواء مر يتعاطى للضرورة. صحيح. والضرورة هي الشهادة فالوظيفة. وهكذا يظل في حديث بينه وبين ابنه، يعني حتى لا أطيل على المشاهد الكريم وعلى حضرتك يعني بهذه المنازل. لا بالعكس، أنا سعيد بالأمثلة دي المبثوثة في الكتاب. لكن يعني أقرأ شيئا من رد فعل ابن أحمد أمين على هذه الرسائل. قال له: رسالة إلى أبي، قرأت رسائلك إلي وأشكر لك عنايتك بي يا أبي واهتمامك بأمري، وكل ما أرجوه أن تستمع إلي في رسالتي هذه كما استمعت إليك من قبل في رسائلك وتوجيهاتي. وكان يشعر أن أبوه يتكلم ولا يستمع إليه. هذه صحيح. مشكلة في تربيتنا لأبنائنا طبعا. أننا نسمعهم ولا نسمع منهم. هذه مشكلة كبيرة. نعم. طيب، قال له: إن أشد ما يثيرني ويؤلمني يا أبي هو نسيانك أنني شاب، فتطالبني بأكثر مما يطيقه الشباب حين تقيسني بسنك، وحين تفترض أن لي من التجارب والعلم ما لك، ثم تحاول أن تحصي عيوبي وتغمرني بالنصائح والأوامر والتوجيهات، آملا أن يكون عقلي مثل عقلك كما كان ابن الجوزي يأمل أن يكون ابنه مثله. نعم. وتدبيري للأمور مثل تدبيرك، ناسيا أن ابنك ما زال شابا له من الحيوية والنشاط ما يدفعه دائما لمواجهة الحياة ليستمد منها خبرته وتجاربه، وناسيا أن للشباب الحق في أن يسير في طريق مخالف للطريق الذي سلكه آباؤهم من قبل. يعني وهكذا يستمر الابن في الرد على أبيه. الشاهد في هذا أن كل أب وكل جيل حريص على أن يكون الجيل الذي يليه ابنه أو تلميذه إذا كان أستاذا أو حفيده إذا كان جدا فيما بعد أفضل منه. صحيح. هذا ما يجب أن تكون عليه عقلياتنا لتستمر الإضافة في مسيرة الإنسانية. هذا إذا ما كنا أسوياء. تمام. نرجو. طيب، في عجالة دكتور، لأني أنا خلاص وقت الحلقة يعني قد أزف، أسباب تراجع القيم، يعني كده في رسائل سريعة. أجاب عن هذا السؤال أحمد شوقي فقال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذا ما ذهبت الأخلاق ذهبت الأمم، ذهبت القيم وذهبت الأمم. نعم. أسباب تراجع القيم في عصرنا هذا في أوقاتنا هذه كثيرة. أولها مثلا كما قلنا انشغال الأب والأم عن أداء رسالتهم تجاه الجيل الذي يليهم، جيل الأبناء. ما تبثه رسائل الإعلام للأسف الشديد من وسائل الإعلام من رسائل سلبية في مسلسلات يظهر فيها البلطجية كأنهم يعني أفضل النماذج، هذا أمر يؤسف له أن يصبح هذا النموذج السلبي هو النموذج لدى الشباب. وكمان أي حد متمسك بالقيم تلاقيه بينظر إليه وكأنه من العصر الحجري، يعني يؤسفني ذلك ويتم التنمر عليه. يؤسفني ذلك. نعم. أيضا المؤسسة التعليمية مثلا أطرح في هذه النقطة أمرا مهما. في عجالة. إذا قلنا إن القيم
هي قيم يعني يحث عليها الدين، فلماذا لا يكون الدين مقررا أساسيا في المراحل الدراسية؟ لماذا لا نجعل مادة التربية الدينية كما يسمونها في المدرسة، لماذا لا نجعل هذا المقرر مقرر نجاح ورسوب؟ إذا كنا نشكو من ضياع القيم ونؤمن بأن ديننا هو دين القيم، فلماذا نبعد ديننا عن أن يهتم به الأبناء؟ صحيح. دكتور سعيد بيومي، عضو اتحاد الكتاب، خبير الصياغة اللغوية بمجلس الدولة والمحاضر بالمركز القومي للدراسات القضائية، يعني شرفتين ونورتين في هذه الحلقة. أنا سعدت جدا بلقائك يا أستاذ محمد، وأشكر لك ما طرحت من موضوعات، وندعو الله أن يكون المشاهد الكريم قد أفاد منها إن شاء الله. إن شاء الله رب العالمين. الكرام، يعني في نهاية هذه الحلقة، هي كانت الحلقة ثرية بالمعلومات، ولكن كي نعزز هذه القيم علينا، لما تبقى قاعد مع أولادك لابد أنك أنت تحكي لهم عن وتربي فيهم القدوة. لما تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة، تمام، في كام 23 سنة خلق أو ساهم في تغيير وجه الدنيا بأكمله، هذه هي القدوة. علينا أن نعزز مثل هذه القيم ونلفت أنظار أبنائنا عن، زي ما قال الدكتور في خلال هذه الحلقة، عن فلان اللي من فرنسا واللي من إنجلترا ومن غيره. لا، ليسوا هؤلاء هم القدوة. دي أهم رسالة في نهاية هذه الحلقة. مشاهدي الكرام، دمتم في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.